السلام عليكم مشاهدينا الكرام، اهلا بكم وحلقه جديده من برنامج البيت. يا رب يومكم جميل وحالكم طيب باذن الله. النهارده عندنا حلقه مهمه هنناقش فيها موضوع مهم كده، هو ازاي بيتعامل الاباء والامهات مع اسئله ولادنا الوجوديه والمرتبطه بالعقيده، تحديدا اللي دايما كتير من الاباء والامهات بيقفوا كده قدامها ما بيعرفوش يردوا الردود المقنعه والصحيحه. ده بقى بيخلق جيل مش عارف ايه هي ثوابت الدين بشكل صحيح، وسهل جدا بقى ان اي حاجه تحركه وتخليه ان هو يبعد عن المسار الصحيح، وتولد كده عنده شكوك كتيره، يعني يفضل يفكر وتحصل فيه شكوك في دماغه. الحقيقه الملف ده مهم جدا واحنا هنفتحه النهارده معاكم ومع طبعا ضيوفنا المتخصصين في هذا الموضوع. الاول طبعا ارحب بالدكتوره ايمان جابر، مدير اداره الاطفال والمراهقين بالامانه العامه للصحه النفسيه. اهلا وسهلا بك يا دكتور. اهلا بيكي. وطبعا دكتور مختار محمد، المدرس بكليه الدعوه الاسلاميه بجامعه الازهر. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور مختار. اهلا بيك. الاسئله الوجوديه، هو الحقيقه احنا كبار وصغيرين بنسال ودماغنا بتفضل شغاله، بس انا عايز اسال حضرتك كده في الاول سؤال، هو عادي ان احنا نفكر، عادي ان احنا نفضل حتى واحنا كبار كمان برضو تفضل الحاجات دي في دماغنا نسالها كده؟ يعني طبعا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاه والسلام، انه قال: ما اجتمع قوم في مجلس لا يذكرون الله فيه ولم يصلوا علي فيه الا كان عليهم حسره يوم القيامه. فاللهم صل على سيدنا محمد، هاتي هذا المجلس الشافع لنا يوم القيامه يا رب. اللهم ونستضيء بالصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبه للاسئله الوجوديه دي كانت موجوده اصلا من ايام النبي صلى الله عليه وسلم عند الصغار وعند الكبار. كمان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيستحس المجتمع انه يفكر في هذا. بالعكس، يعني مش احنا مثلا عايزين الناس ما حدش يتكلم، ما حدش يقول اين الله، ما حدش يقول ما صفات الله، ما حدش يقول هل الله واحد احد ولا لا. لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحاول يخلي المجتمع يسال هذه الاسئله الوجوديه، سواء كبار او صغار. يعني احنا كدين الاسلامي الذي شرعه النبي صلى الله عليه وسلم، لا عاوزنا احنا نسال صلى الله عليه وسلم. حتى كان يقابل الناس صلى الله عليه وسلم فيساله. يعني النبي عليه الصلاه والسلام قابل مثلا الحسين، في مره رجل اسمه الحسين، فقال له النبي: كم تعبد من الآلهة يا حسين؟ يعني بدأ النبي هو اللي بيسأله عن الاعتقاد أو الفكر، إن ديننا أصلا دين قراءة ودين فكر ودين عمل وعلم. فإحنا عايزين الواحد يسأل الأسئلة دي بس في نطاق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم سأله: كم تعبد من الآلهة يا حسين؟ قال: سبعة، أعبد سبعة، ستة في الأرض وواحدا في السماء. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: طيب، فإذا ضاع المال فتدعو من في السبعة دول؟ قال: الذي في السماء. قال: فإذا مرضت فمن تدعو عشان يشفيك؟ قال: الذي في السماء. قال: فمن تدعو لرغبتك ورهبتك؟ في الحاجات العظيمة الصعبة، يعني المواقف المحرجة المضطر فيها. فقال: الذي في السماء. قال: يجيبك ويقضي حاجتك ويرد إليك مالك ويفعل بكذا ثم تشرك معه آخرين. هل ده منطق؟ لأن أنت أسلمت يا حسين لو علمنك كلمتين. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بيبتدي معاه واحدة واحدة، في من تعبد، من الذي يقضي حاجتك، من الذي يغيثك، من الذي ينجيك. فقال: الذي في السماء، يعني الله سبحانه وتعالى. فقال: إذن هو ده المستحق للعبادة، الله سبحانه وتعالى. فبعد أن أسلم قال: علمني يا رسول الله الكلمتين اللي أنت وعدتني، قلت لو أسلمت لأعلمنك كلمتين. وبرضو منها معرفة النبي صلى الله عليه وسلم بأن بغريزة أو الشيء اللي بيحبه الشخص اللي بيحاوره. يعني النبي عارف ان الحسين بيحب العلم، بيحب النصيحة. فبيقول له: والله لو انت اسلمت انا كمان هديك هدية يعني. كمان. فقال له: علمني بقى الكلمتين يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني لارشد امري. يعني هو الصلاح، الاستقامة في الدنيا. اني ما ضلش. اللهم اهدني لارشد امري وقني شر نفسي. يعني شرور النفس احيانا بتعمل الانسان في الاسئلة الوجودية تخليه يضل. فالنبي اداله برضه دعوتين كده حلوين بحيث انه يجعله على الصراط المستقيم لا يضل. نفكر بس بطريقه عاليه. جميل ان ديننا سبحان الله يعني خلانا ان احنا نبقى مسلمين ومؤمنين بالعقل، بان احنا خلاص يعني متاكدين ان احنا ماشيين على الطريق الصح بعقلنا وبقلبنا، يعني باستخدام كل الحواس بتاعتنا. دكتوره بقى انا عايزه اسالك، هي ايه الاسئله الوجوديه اللي بنتعرض لها؟ يعني سواء من الأطفال، إحنا برضو الكبار الأسئلة تلاقيها الأطفال بيقعدوا يسألوها لك، وبرضو المراهقين.
طيب هو هي طبعا على حسب اختلاف الاعمار بتبتدي الاسئله تختلف. يعني الاطفال وهم صغيرين بيبتدوا يسالوا طب هو مين ربنا، مثلا لما يبتدوا ياخدوا قصص الانبياء، طب اشمعنى سيدنا محمد، طب مثلا انا فاكره كان في طفل بيقول لي هو سيدنا جبريل ده رقم 2 بعد ربنا. التفكير هو بيحاول يرتب زي ما بيشوف في الدنيا، بيحاول ينقل. لا واطفال الجيل ده كمان اذكياء جدا، يعني عندهم كل حاجه لازم بالمنطق قوي يعني زياده عن اللزوم. اما بنكبر شويه مرحله المراهقه طبعا بيبقى فيها تحديات اكتر، بالذات لما بخش بقى في عقائد اخرى واقرا وابقى عايزه اتحدى الحدود اللي محطوطه لي، فممكن احيانا يبتدي بقى يخش في تفاصيل وافكار. احيانا كتير ما بيبقاش الهدف ان هو عايز الاجابه، هو عايز يتحدى بس الـ 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 الافكار او الانماط اللي بتتفرض عليه. واحيانا بيبقى عايز بس يبارك، تعرفي ان في كذا بيعبدوا كذا طب ليه بقى احنا ما بنعملش زيهم؟ طب هو نوع من انواع ان انا عايز استخدم كل القدرات عقلي وعايز افكر، ودي بتبقى زي ابديت كده حصل في المخ، زي عارفه لما الموبايل يحصل له سوفت وير ابديت، فنبتدي نبقى عايزين نستخدم كل حاجه فيه. فالمراهقين بيحصل لهم كده، مخهم فجاه بيبتدي يفكر بطريقه مختلفه، فبيبقوا عايزين يستخدموا المهارات دي، فاحيانا بيبتدوا يستخدموها في كل حاجه حواليهم. واكتر حاجات مهمه مثلا طب الدين، فيبتدوا يقعدوا يسالوا اسئله، احيانا بيبقوا عشان يوصلوا لاجابه، واحيانا بس عشان يستخدموا المهاره دي او عشان يجذبوا انتباه الاهل، ان دي اكتر حاجه هتخلي بابا وماما يسيبوا اللي في ايديهم ويجوا يركزوا معايا ويتكلموا معايا. طب شايفه في اختلاف، انت لسه طبعا صغيره بس برضو يعني في اختلاف في الاجيال حصل من الاسئله؟ هل مثلا فكره التكنولوجيا الحديثه اللي ظهرت في حياتنا خلتهم بقت اسئلتهم مختلفه، اسئلتهم ممكن تكون صعبه شويه لان الاهل بيقف يتصدم كده احيانا؟ بصي طبعا اكيد المعرفه اختلفت طبعا. اولا مصدر المعرفه ما بقاش الاهل، كان زمان مصدر المعرفه مين للاهل؟ المدرسة، الأصحاب، وخلاص. دلوقتي مصدر المعرفة جوجل. أي حاجة هتسألي خش دور لا ده في كمان ويوتيوب وشورتس والحاجات الذكاء الاصطناعي والأسئلة. فبالتالي مصدر المعلومات أصبح متعدد، وبالتالي لو أنا مش سابق بخطوة ومقرب من ابني وعامل علاقة جيدة وطول الوقت بعلم ابني معتقداتي والقيم بتاعتي، هيبتدي هو يجيب المعلومات دي ويختار منها اللي يعجبه، يطلع صح يطلع غلط. فبالتالي انت ممكن تفاجئي بافكار، يعني مثلا الالحاد مثلا كان فين وفين، لما تلاقي مثلا مراهق بيقرا كتاب مثلا دماغه راحت لكده. لكن دلوقتي ده في جروبات على الفيسبوك وعلى البتاع بيقعدوا يناقشوا ده ويفكروا في ده، وكتير من الاولاد بيخشوا من باب ان انا مختلف، مش من باب ان انا مصدقهم او شاري منهم الافكار بتاعتهم. بس انا لو انا ما عنديش المساحه بيني وبين ابني اللي اسمع منه واتابعه واعرف بيعمل ايه وبيقرا ايه، ممكن ينجرف وممكن يقتنع طبعاً بحاجات انا ما اعرفهاش. فطبعا اكيد الموضوع بقى اصعب، لان قدره الاولاد على وصول للمعلومات قد يكون الاهل حتى ما ما يعرفوهاش بقت موجوده واسرع. بالظبط كده. طيب دكتور مختار، دايما بنيجي عند الدين بنخاف نجاوب غلط او بنخاف نرد اصلا، فبتبقى بنتعرض ان احنا كاباء وامهات بنتسال اسئله من الاسئله الوجوديه دي بطريقتهم بقى، بطريقه الجيل ده، يعني حتى السؤال بتاعهم بيبقى صعب قوي، يعني غير زمان الدنيا كانت سهله خالص، اخرنا بنقول ايه كلمه فخلاص تمام احنا فاهمين، دلوقتي لا بقى اقناعهم صعب. شايف حضرتك كأب وأم يتعاملوا ازاي مع الأسئلة دي، ولو مش عارفين يعملوا ايه ويتوجهوا لمين؟ هو لازم احنا كأب وأم اولا انا بقول ايه، في دوافع كتيرة بتكون ورا الأسئلة بتاعت الأولاد. تمام. ممكن يكون الدافع ورا السؤال ده الولد مثلا زي ما الدكتورة قالت انه هو حاسس بعدم الاهتمام، فانا لما ابقى مختلف او اعترض بقى ويبقى لي قيمة في البيت واعمل لكم مشكلة. فاكون انا محور البيت، ففي دافع وراء الأسئلة دي وراء الأفكار. ممكن يبقى فعلا الدافع بتاعه هو مش عارف وعايز يعرف. ممكن يكون الآن مثلا زي ما اقولك مثلا بابا هو اخويا جه منين، فانت تبقى انت عارف تقول اخوك جه منين، فبتشرح له يعني اتولد ازاي. هو مش عايز كده، هو عايز اهتمام وخايف وقلقان ان الولد الجديد ده مثلا هياخد مكانه وهياخد مكانته وهياخد الحنان والحب والاحتضان اللي كان في الأسرة. فمعرفة دافع السؤال ده برضو يفرق في الإجابة عليه وكيفية الإجابة.
تمام. فاللي بيسالني اخويا جه منين، هو مش عايزك تقول له انت جه منين بس، هو عايزك تحسسه بالاهتمام انه ده اخوك وحبيبك ويحصل وهلاعبك و... وكذا. فاه لا لازم يبقى عارفين دوافع الاسئله. تمام. او انه يكون متاثر بصحبه، متاثر باصدقاء، متاثر بقنوات برضو زي ما احنا قلنا كده على اليوتيوب على الحاجات طبعا. دي بيتفرج على حاجه معينه، فاحيانا الاسئله ممكن ما تبقاش هو السؤال للمعرفه، ممكن يبقى ليه اغراض كتير. طيب الاجابه الاساسيه لكل اولادنا حاليا هي المفروض المعايشه اللي هنلاقيها برضو في سيدنا النبي، ما هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هنلاقيه القدوه والاسوه التي تتجلى فعلا لهدايه كل البشر صلى الله عليه وسلم. يعني لما بقول مثلا الولد واخويا جه منين وازاي، هنلاقي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيلاعب الحسن والحسين بنفس على نفس المستوى، بيحتضنهم بيحبهم. السيدة أم ده بيشيل سيدنا الحسن والحسين في صلاة صلى الله عليه وسلم، الصحابة يشوفوه هو ساجد وحاطط سيدنا الحسين على ظهره الشريف لحد ما هو اللي يمشي. فاحترامنا لعقول أولادنا وعدم إحساسهم بالتهميش أو السخرية والاستهزاء. ده سيدنا النبي في مرة كان على يمينه طفل، وكان من هديه الشريف صلى الله عليه وسلم إن اللي على يمينه اللي يبدأ بالشرب يشرب. النبي شرب وبعدين لقى اللي على يمينه ولد طفل صغير والناس كبار الصحابة قاعدين، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هل تأذن؟ شو بقى القيمة والاحترام والمكانة في المجتمع وهو جنب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تأذن أن أسقي بسقائي هذا الآخرين؟ يعني أبدأ مثلا بالكبار وعديك الأول بعدين يجي لك. فقال لا والله يا رسول الله أنا أرفض. هو ليه يرفض؟ بيقول له أنا يعني أولى برضو إن أنا أشرب من بعدك يا رسول الله، أنا عاوز أشرب أنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطاه وقال له هاك تفضل اشرب. فالطفل في المجتمع المسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم بيربي نفسية، النفسية سوية، نفسية سليمة، والمعايشة القدوة. الشاعر أحمد شوقي رحمة الله عليه أمير المؤمنين كان بيقول كلمة في الشعر، يعني أمير الشعراء، أمير الشعراء يقول كلمة جميلة جدا، كان يقول مشى الطاووس يوما باختيال. الطاووس مشي كده يعني مختال يعني. فقلده بمشيته بنوه، مش زيه. فقال علام تختالون؟ قالوا فعلت به ونحن مقلدوه، وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. الله. يعني زي ما انت عملت زي ما الأب بيعمل احنا بنعمل. فالإجابة أصلا احنا مش عايزين نحصر دماغنا ودماغ السادة المشاهدين على الإجابة فقط سين وجيم ما بيني وبين ابني في الأسئلة. لا، عايزين نقول ان لها مقدمات في المعايشة، في الحياة، في التعامل، في القدوة. صح. هو الوالد والوالدة موجودين أصلا، عندهم فكرة الثقافة دي، ولو هو شايفني ماسك التليفون 24 ساعة فبالتالي لا سيب انت التليفون، سيب التليفون. فكأني أقوالي بتقول له افعل وأفعالي بتقول له لا تفعل، لا تفعل، ما تعملش كده. فإذا الإجابات عن طريق المعايشة، وإحنا تربينا كده أساسا يعني كتربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، عايش الأطفال معه صلى الله عليه وسلم. لما النبي يزور ناس في البيت ويلاقي الولد الصغير ويقول له أنا شفتك ماسك الطائر بتاعك من كام يوم، إيه أخبار الطائر بتاعك؟ بتأكله بتشربه، شوف درجة الاهتمام. يعني يا عمير ما فعل النغير، يعني إيه عمل الطائر بتاعك ده؟ درجة اهتمام من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لما يجي جاي من سفر، ناس إحنا بنقول مشغولين، أنا تعبان، بتسألنيش الأسئلة دي، امشي. النبي كان وهو عائد صلى الله عليه وسلم من أي سفر، الأولاد يجروا ناحية النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين يركبوا فوق الدابة، فوق الناقة أو الحصان. فكان النبي يردفهم يركبهم أمامه ومن خلفه، ومن خلف، لدرجة أنه كان يتباهوا يقولوا أنا لحقت النبي الأول والثاني، يقولوا لحقت النبي الأول. إذن في معايشة قبل الإجابة على الأسئلة. ثم تأتي بعد كده الإجابة على الأسئلة، دي مرحلة يعتبر نهائية. إذا أنا مش عارف بقى الإجابة، أنا عارف هقول، مش أنا عارف أقول، مش عارف ما أكذبش. يعني إحنا عندنا برضو عيب في التربية، إما إني أكذب على أولادي، ده غلط كبير. إحنا أنا عندي ولد والله سألني على أسئلة، قال لي أنا بقيت أشك في الدين من كتر المعلومات الغلط اللي كانوا بيقولوها لي وبلغوا، ولما كبرت لقيت الكلام ده مش مظبوط. ليه بقى؟ أنت ليه بتعمل هذا الخطأ الكبير الفادح إن أنت تربي ابنك على شيء مثلا غلط؟ صحيح. فانت مش عارف، عادي جدا ان انا اقول له هنسال عن الموضوع ده، تعالى نقراه سوا في المكان الفلاني ده. المهم الا تكذب عليه، اهم حاجه ما تكذبش. لو مش عارف خلاص اقول انا مش عارف يعني كده. طب اقول له بقى نسال مين؟ تعالى المفروض نسال. أيوة. المفروض نسال بقى، فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلم. لا تعلم. والله السؤال ده مثلا ناحيه حاجه نفسيه بسال استاذتنا بقى دكتوره نفسيه، اسال فعلا النفس. لا موضوع ديني اسال الشيخ الازهري المتعلم
العالم اللي افنى حياته كلها هو ما بين الكتب بيدرس وبيتعلم وهكذا. ومش اي حد برضو نساله علشان طبعا من الازهر يعني. بالظبط صح كده جميل. طيب دكتوره بقى كل مرحله عمريه وليها طريقه مختلفه في التعامل وفي الرد على الاسئله. دلوقتي واحنا الولادنا الصغيرين هو لسه فيش مدرسه وبتاع بنتسائل الاسئله دي، انا تعاملي كاب وام المفروض اعمل معاه ايه؟ اتعامل معاه ازاي نفسيا؟ طيب هي اول حاجه مبدئيا ان كتير من الاهل لما الاولاد بيسالوهم بيقلقوا، فانا بنقل لابني القلق او ببتدي اقول له ايه اللي انت بتقوله ده، وكاني بقول له ما تسالش كده تاني او ما تقولش لازم بالزبط. الكلمتين دول فالفكره كالاتي، ان هو اول حاجه لازم اسمع، لازم اسمع هو ايه اللي بيفكر فيه، ايه اللي سمعه، ايه المعلومات اللي عنده في ده، علشان ابقى عارف انا واقف فين. صحيح. كل ما هسبق بخطوه وتبقى اول معلومه في المجال ده انا اللي قايلها له، كل ما ده هيثبت. يعني انا اي حد فينا عنده اي كلمه بتتقال قدامه بيبقى ليه زي صوره كده في دماغه عن الكلمه دي. لو الصوره دي غلط وانا عايزه اعدلها دي اصعب بكتير. فيبقى انا اولا انا بدي معلومات، يعني بنقعد نحكي حاجات وبيشوفنا، دي حاجه مهمه جدا ان كلامي يبقى زي فعلي. صحيح. يعني انا النهارده لو انا عايزه اقول لابني يؤمن بربنا اكتر لازم يشوفني ده في انا ليه بصلي، عشان ربنا يحبني وعشان ربنا يرزقني وعشان ربنا يرضى عني وعشان انا عايزه اخش الجنه، فابني بيشوفني بصلي فيبقى مدرك ان ده مهم. انا بخاف من ربنا في كل حاجه، فانا مثلا لما الاقي فلوس في الارض ما اخدهاش لازم اسال مين صاحبها، واصل انا خايف اخد حاجه حرام، يشوفني يشوف ان ربنا جزء من تفكيري طول الوقت. انا اما بدعي ربنا وربنا يستجيب. الفرق ما بين الافكار والعقائد المشاعر اللي بتتولد في كل خبره بنمر بيها. يعني كل مره مامتي دعت لي وانا رحت وربنا كرمني برجع فرحان ومؤمن، فلما حد يناقشني في ده لا انا عشته انا عشته وجربته وفرحتي ثبتته وبرده في احزاني ربنا هون عليا وصبرني التفاصيل دي لما بعيشها هنا ما ببقاش سهل اي حد يقول لي كلمه يغيرها. ده انا شخصيا والله حصل معايا موقف فعلا اللي حضرتك بتقوليه ده. يعني ابني نزل المدرسه الصبح فدعيت له فراح المدرسه وسمعني وانا بدعي، هو سامع كويس انا بقول ايه. راح المدرسه تقريبا اليوم كان لطيف الحمد لله معاه وعمل حاجات كويسه، فهو ربط اللي هو ايه لقيته تاني يوم بيقول لي ماما ادعي لي، هو الله. اللي بيقول لي فهو ربط فكره بالزبط. الدعاء ده. وكمان لما يشوف الام او الاب بيعيطوا منهارين من موقف واروح اتوضى كده واصلي هيلاقينا ان انا بلجا لربنا سبحانه بالزبط. وتعالى في حاجه زي كده. جميل، احنا لسه هنكمل الموضوع عشان لسه قدامنا حاجات كتيره جدا واسئله كتيره عايزين برضو نعرف نرد عليها ازاي، بس استاذن حضراتكم استاذ مشاهدينا الكرام نخرج لفاصل ونرجع لحضراتكم مره ثانيه.
برحب بحضراتكم مره تانية، وبرحب طبعا بضيوف الكرام، دكتوره ايمان جابر مدير اداره الاطفال ومراهقين بالامانه العامه للصحه النفسيه، ودكتور مختار محمد المدرس بكليه الدعوه الاسلاميه بجامعه الازهر. لسه بنتكلم على فكره الاسئله الوجوديه وايه دورنا كاباء وامهات في الرد على ولادنا وازاي نتعامل معاهم، لان الجيل اختلف واسئلتهم كمان اختلفت، فلازم تكون ردودنا طبيعي تكون مختلفه. بس هستاذنكم معانا استاذ احمد من القليوبيه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا استاذ. الاحترام والتقدير لحضراتكم ولفريق العمل وضيوف حضراتكم الكرام. ربنا يخليك يا فندم، اتفضل سؤالك. حضرتك بس عايز اعرف توضيح دور وسائل التواصل الاجتماعي في افراز الكم الهائل من الاسئله وقد تكون الصعبة من قبل الأطفال، وهل يمكننا أن نطالب الأطفال أن يبحثوا عن تلك الإجابات على وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك انستغرام وكذا؟ تمام، ولكم منا جزيل الشكر على حسن التواصل وطيب الاستماع. ربنا يخليك، شكرا يا استاذ احمد، وشكرا لحضرتك والله لغتك الجميله دي. معانا استاذه نوره من الجيزه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي. انا عندي ابني عندي 6 سنين، ودلوقتي وانا بعلمه الكتابه والقرايه وكده بقى لي دلوقتي سنه ونص. بعلم القرايه. ابن حضرتك؟ هو بس الصوت مش واضح شويه. اتفضلي. هو عنده 6 سنين، انا علمت القرايه والكتابه وكده، بس هو عنده مشكله جامده قوي في الكتابه. ايه بقى المشكله؟ المشكله انه يعني هو مش عارف يتحكم في القلم. مش عارف يتحكم في القلم. تمام، حاضر. انا كشفت عليه، يعني الدكتور قال لي عنده عدم التزام في ايده. عدم ايه؟ عدم التزام، عشان هو عنده مشكله عدم التزام في ايده. تمام، تشتت يعني. تمام. حاضر 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 يا استاذه نور، هنرد على سؤال حضرتك. حاضر. استاذ احمد طبعا طرح مساله الفيسبوك والوسائل التواصل السوشيال ميديا بالظبط، ما بنشوفش، مش هنقدر يعني نتحكم قوي في اللي ولادنا للاسف بيشوفوه، لان خلاص الدنيا مفتوحه، بيروحوا المدرسه معاهم التليفون معاهم اللابتوب، فقنوات مفتوحه بشكل. فكره ان انا بس اوجه ولادي، ما هو بالظبط هو حضرتك اصلا هو ده ضروره. أيوة. يعني ما ينفعش نقول يا جماعه بلاش جوجل بلاش فيسبوك بلاش يوتيوب، مش هنعمل كده، ده مستهلكات ضروره حياتيه. شات جي بي تي بيساله السؤال خلصنا. طيب نعمل ايه بقى؟ ممكن نعرف الشيء السليم بقى، طالما انا كده كده ده مطروح وموجود وعرض عام، خلاص مش هقدر انا امنعه. اذا انا ممكن اوجه بقى للحاجات الصحيحه. يعني ايه؟ وده دور برضو مهم جدا. يا بحمد ربنا ان احنا النهارده اصبح معانا اعلام وبنتكلم. صحيح. عن احنا مثلا الازهر الشريف بالنسبه كمؤسسه دينيه عملت يعني اذرع كتيره جدا 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 للرد على الاسئله الوجوديه دي. صحيح. وبتعمل فعاليات يوميا تقريبا، فلينا بقى ان احنا نقول بقى على هذا المكان. أيوة. بدل ما انا ادخل بسال جوجل ومعرفش جوجل هيجيب لي اي مكان. صحيح. انا بدخل مثلا بوابه الازهر الشريف. جميل. ده كده اجابه عمليا على طول. ادخل في حاجه اسمها بوابه الازهر الشريف. ادخل عليها، ده يعتبر الحاجه اللي هي السوشيال ميديا او الميديا، ده مرجع يعني نرجع له طبعا. فهبص هلاقي في فعاليات بتتعامل مع الاطفال من سن يعني 5 سنين و6 سنين. الله. لحد ال 20 سنه و 23 سنه. شيخ الازهر ربنا يحفظه ويطولنا في عمره ويعطيه الصحه والعافيه، عامل حاجه اسمها مرصد الازهر الشريف لمكافحه التطرف والافكار الهدامه والافكار، اهم الاماكن الموجوده اسمه يعني مرصد الازهر. ممكن ادخل بوابه الازهر واكتب مرصد الازهر، الحاجه اللي انا هسال فيها هلاقي متخصصين دكاتره في جامعه الازهر. يا جماعه بنقول دكاتره في الجامعه دارسين الالحاد كويس، دارسين تطرف كويس، دارسين سلوكيا كويس، كل ده موجود في على بوابه الازهر الشريف. جميل. انا هدخل مثلا في فعاليات يوميا، انا بقول لحضرتك يوميا، لم يكن يعني لو نقدر نعمل اكتر من كده، يعني قوافل وبيدعو الناس. يعني على البوابه دي كمان في فعاليات للشباب، يعني هاتوا الشباب يا جماعه نلتقي في مكان كذا، في 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 المشايخه مثلا، في مكان كذا في مكان كذا، وبيجوا المتخصصين ويخلوا الاولاد يسالوا فيه. وانا كنت احد يعني هؤلاء الاعضاء، ان انا ادي محاضرات عن برضو بشوف الاولاد بيفكروا في ايه ويسالوا في ايه دينيا. انا بعرف تخصصي ايه، فبجهز في الناحيه دي. صحيح. عندي بقيه زمايلي مثلا كل واحد متخصص في جزئيه. اذا هل هو فيه؟ هو فيه. طب المشكله فين؟ ان انا ما اعرفش انه فيه. هو صح. فيه موجود، والفعاليات موجوده والجهود موجوده. بالعكس كمان اقول لحضرتك، يعني في كتب وفي ابحاث وفي برامج بصوره حديثه جدا.
يعني احنا بنقول ان احدى اهم طرق التأثير على الاولاد مثلا ودي بنستلمها من القرآن الكريم برضو القصص. القصص الامثال القصص المصورة ودي حاجات مثلا احنا بنقنع بها اطفالنا بالصح اللي احنا عايزين نعلمه صحيح. بالاخلاق بالقيم بالدين بكذا حتى ده برضو ما نسيوش وموجود فعاليات كتيره جدا جدا بنخاطبهم بقى بعقلهم بالظبط بالطريقه بتاعتهم. انا سؤال بقى استاذه نوره حضرتك اللي هتجاوبي عليه بس انا معايا محمد من القاهره. يا محمد الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل اسمعنا بس من التليفون يا محمد. اسمعنا من التليفون ايه في وطي التلفزيون خالص واسمعنا من التليفون وقول سؤالك على طول. ايه كله مش مع الصلاة مع اي حاجة تانية يعني انا رايح مدرسة بكرة هعمل ايه وكده. لا تاني كده تاني يا محمد معلش. لما اجي اصلي ايوه ما بيبقاش انتباهي كله مع الصلاة وبتوتر دايما. تمام. وكأني ما بحبش الصلاة. ما بتحبش الصلاة بسبب ان انت بتنشغل بدماغك في حاجات تانية وانت بتصلي. ايوه. طيب انتباهي كله مع اي حاجه تانية. ماشي حاضر حاضر. عايز تساله على اي حاجه اي حضرتك برضو سؤال. استنى يا محمد معانا اي سؤال ليه. عايز اقوله بتصلي بصور ايه يا محمد انت غالبا يعني ايه الصور اللي انت بتقراها وانت بتصلي يا محمد؟ يعني مثلا سوره الضحى. كويس. سوره الناس سوره العصر. طيب حافظ كتير في القران يا محمد؟ حافظ كتير. حافظ قد ايه في القران؟ لا مش حافظ حافظ اللي هو الجزء الاول بس. طيب كويس. طيب ده انت حافظ ده انت ممتاز يعني ما شاء الله. انت كام سنه يا محمد؟ انا 14. ما شاء الله. جميل ما شاء الله. ماشي يا محمد حاضر هنرد على سؤالك وتعرف بقى تعمل ايه بالظبط. حاضر. دكتوره نوره لا نوره بتقول لحضرتك بقى السؤال فكره بنتها ست سنين وما بتعرفش تمسك القلم. تمسك كويس القلم. في تشتت طيب هي الفكرة ممكن كذا حاجة يعني الأطفال كتير هم أول ما بدأوا يتعلموا القراية والكتابة بيبقى لسه التحكم في القلم ده مهارات كتير منها مثلا العضلات. أحيانا في أطفال بتبقى عضلاتها ضعيفة ضعيف. نقعد نلعب عشان نحسن العضلات يعني مش لازم عشان أعلمه الكتابة نمسك القلم ونكتب لا ممكن نلعب بالصلصال. الصلصال هيخلي ده يعمل أما نتحكم مثلا نلضم نعمل العرفة البريشيتس والحاجات دي بتخلينا نتحكم كل ده وإحنا قاعدين نلعب تمام ومعاها ان احنا نقعد نمسك القلم لكن طول الوقت مصر يمسك القلم هتخليه يكره فكره ان انا امسك القلم واكتب وده بيخليه يتعلم التحكم فيها. احيانا مثلا ممكن ساعات مثلا لو العضلات كمان ضعيفه مثلا عارفه ممكن نجيب خيط ونحط فيه مثلا بالونه عارفه الزقزوقه كده نملى فيها رز وكده وتقلات فنعمل او نلعب مع بعض انت زق ايديا وانا زق ايدك بس صباع صباع عشان اقوي العضلات دي فقدرته على التحكم تبقى افضل. جميل. يعني انا ابتدي معاها بلعب كده شويه علشان تقدر تتحكم في العضلات. بالظبط. ممكن نكتب على الرمله. الرمله برضو بتبقى اصعب. الفكره ان انا احاول اعملها في شكل لطيف وفي نفس الوقت انا عارفه انا عايزه احسن ايه في مهارات الكتابه بتاعته. صحيح. فده اوتوماتيك هيخلي مهارات الكتابه افضل. الكتابه عندها افضل. طيب جميل. محمد بقى يا دكتور مختار كلنا ما انا لسه عايز اقول انت دي مش مشكلتك انت لوحدك. مش مشكلتك لوحدك. كل الناس كده يا محمد يعني بالظبط. هو فكره ان هو يبقى سرحان في الصلاه بس هو لسه صغير على السرحان يعني احنا عندنا يعني. مشاكل كتيره لا والله ده اقل من كده بيسرح ما شاء الله يعني الشباب الشباب ليهم حاجات جديده دلوقتي ما شاء الله. عندك حق. فانا عايز اقول له بس يعني هو انت اولا دي مش مشكله مش مشكله يعني عشان تبقى مشكله كبيره دي حاجه عاديه جدا وربنا سبحانه وتعالى مش هيحاسبك على كميه السرحان في الصلاه طالما انت بتحاول تبقى مش سرحان في الصلاه ان الباقي ده كله معفو عنه. جميل. سيدنا عمر قال الحمد لله الذي لم يقل ربنا سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون. لو قال ربنا الذين هم في صلاتهم ساهون بتبقى مشكله لكن الحمد لله ربنا قال عن صلاتهم الصلاه نفسها مش بيصلوا الله. فربنا حذرنا ان احنا ما نصليش خالص انما نسرح في الصلاه دي لا سهله. يعني ايه سهله؟ يعني حتى لو موجود شويه سرحان في الصلاه عادي حاجه صحيه يعني فيهاش مشكله كل الناس بتعمل كده. صحيح. بس بنجتهد لان احنا ما نسرحش. طب اعمل ايه عشان احاول اني ما اخليش في كميه سرحان كبيره في الصلاه؟ انا عشان كده سالته القران يا ريت تغير الصور اللي انت بتقرا بيها في الصلاه يعني ما نقراش على طول بسوره الضحى قل هو الله احد ان اعطيناك قل هو الله احد دايما نغير الصور اللي احنا او الايات سطر سطرين اللي انا هصلي بيه اغيره
طالما حافظ جزء عامة، مرة النازعات، مرة عبسة، مرة التكوير، وده هيخليه يحفظ صور جديدة. ممكن نحفظ صور جديدة. يا ريت برضو ممكن مع بابا أو ماما أسأله، أو أنا أعرف، أو خلينا بابا وماما يعني عشان تبقى المعلومة مؤكدة. أسأله عن إيه الصورة دي، قصتها إيه؟ أنا قبل ما أصلي والله يا بابا إيه صورة الطارق دي؟ يعني إيه الطارق؟ يعني هو السماء والطارق؟ يعني إيه عبسة؟ إيه معنى عبسة وتولى؟ أن جاءه الأعمى، مين الأعمى وجال مين؟ وهكذا. بس أعرف القصة بس بتاعت الصورة، وبعدين أروح أصلي. غصب عننا بنستحضر ما نعرفه من قصة الصورة وأنا بقراها، وأنا بقرأها. لأن إحنا لما بنقرأ القرآن وإحنا مش فاهمين معني، فبالتالي أنا بقرأ حاجة كده يعني هلامية بالنسبة لي، أنا ما أعرفش إيه اللي أنا بقوله ده. فبالتالي ده داعي إن أنا أسرع. ده كبار أو صغار على فكرة يعني. سواء الكبار أو الصغار، كل ما عرفت معلومات أكتر عن القرآن وأنت بتصلي، كل ما أنت مش هتسرح، هتسرح في معاني هذه الآيات، وهتكتشف كمان إن أنت عايز تسأل عن معاني جديدة أنت كنت بتقراها طول عمرك وأنت مش عارف إيه معناها. أيوة بالظبط كده. طيب إحنا معنا أستاذة حكاية. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عجبني الاسم جدا يعني. حبيبتي اتفضلي. الله يخليكي. أنا متشكرة جدا على البرنامج اللي أنت عاملاه ده. ربنا يخليكي بجد بجد. الله يبارك لك. يا رب يخليكي. ده مجهود قناة بحالها. ربنا يخليكي يا رب. ألف شكر. أنا بتفرج عليها. يا رب يخليكي. شكرا جدا بجد. الله يبارك لك. ربنا يخليكي. تسلمي. أنا عندي ثلاث بنات. اتفضلي. أكبرهم 10 سنين. عندي اللي عندها 10 سنين دي بتكذب كتير. بتكذب يعني كتير. يعني هي بتحكي الحوار ممكن تحكيه بالظبط، بس لازم فيه طفش كده من عندها زياده، خيال واسع شويه يعني. ماشي. تمام. لازم تحط كده حته من عندها. تمام. فانا بقعد اقول لها الحته دي بوظت كل الحوار اللي انت قلتيه. صحيح. يعني ممكن تبقى ماشيه في الحوار صح، كلمتك دي بوظت الدنيا خالص. جميل. بوظت الدنيا. وبحاول افهمها بقدر المستطاع. تمام. وهي بتصلي بتصلي معايا. ولو انا ما صليتش يعني، مثلا لو هي مثلا جات على العصر اذن وانا صليته، بتيجي وهو ما صليتش والله طبعا، تقول لي طب خلاص مش هصلي. يا بنتي ده انت بتصلي، انت مش لازم ترتبطي بيا. الثلاثه كده، الثلاثه عايزين يصلوا لما انا اصلي. مرتبطين بصلاتك. طب جميل. عشان هم الكبيره بتقف امام، والصغيرين بخليهم يقفوا امام في السنن، لان هم حافظين اركان الصلاه بالظبط. جميل. طب سؤالك ايه بقى؟ هي اللي بتكذب كتير دي، انا مش اتعامل معاها ازاي؟ تتعاملي معاها ازاي؟ خلاص. وفي بنتي الثانيه الوسطانيه، هي شاطره ما شاء بس الله، بس تقيله في التعليم. يعني هي عارفه حته العلم في الراس مش في الكراس. يعني هي شاطره وذكيه بس ما بتحبش تذاكر تكتب. ايوه. هي شاطره دماغا، حته بقى انها تمسك واجب وتكتب واجب، لا تقيله على قلبها شويه جدا. حاضر ماشي. لا، اي سؤال تجاوب، بس مشكلتها في. طب اي سؤال البنت الثالثه بقى؟ لا، دي الثالثه. طيب. دي بسم الله ما شاء الله عليها. طب ربنا يحميها ما شاء الله. حكايه يعني. خلاص. وبتقف امام ليا بالظبط ما شاء الله. ربنا يبارك لك فيهم يا رب. وحاضر هنرد على اسئلتك كلها يا استاذه حكايه، بس هستاذنك استاذن ضيوفنا الكرام مشاهدينا بعد الفاصل ان شاء الله.
برحب بحضراتكم مره تانية، برحب بضيوف الكرام. وقبل ما نطلع الفاصل كان في سؤال من الاستاذه حكايه عن بناتها 10 سنين وبتكذب، ده طبيعي يعني سلوك طبيعي ولا خيال ولا هو السن كده ايه؟ طيب هو طبيعي في السن ده ان احنا بنحاول نشوف الحدود، فالكذب سلوك في المرحله دي طبيعي لكن مش صح، يعني طبعًا. ده سلوك انا مش عايزه بنتي تكمل عليه. فطبيعي ان احنا ما بنقلقش لما بيبقى فيه شويه كذب، الا لو طول الوقت بكتب طول الوقت تمام. يعني ده اسهل حل بيجي في دماغي لما اتزنق في اي حاجه اكذب. لكن حته الخيال اللي لكن فكره ان انا شويه بكذب. طيب انا لو عايزه اقاوم السلوك ده اعمل ايه؟ لازم تبعيات الكذب ما تبقاش لطيفه، يعني لو انا كذبت وعدت وكذبت واخدت حاجه زياده عشان كذبت، مره في الثانيه هيخليني ده بتشجع اني اكذب تاني. طب لو انا كذبت وماما قفشتني وماما قالت لي لا ما ينفعش كده، هي بتقفشها هي بتقول لها انت ما هي بالظبط انا قصدي بس ده هياخد وقت، يعني مش النهارده قفشتك بكره خلاص ما فيش كده. لا، مره الثانيه الثالثه هيبتدي الطفل يفكر في حلول اخرى، لان الحل ده ما بيجيبش نتيجه. كل ما اجي اكذب اتقفش، كل ما اجي اكذب اتقفش. فخلاص انا ادور على حلول اخرى. وبعدين ايه؟ لا ماما لما بقول الصدق بتشجعني، يعني قول الصدق وهعمل لك اللي انت قلته. فتبتدي اتشجع مره واتنين ان انا افكر اقول الصدق وافكر في حاجه تانية غير ان اكذب. فمع الوقت يبتدي الطفل يلجا ان هو لا خلاص السلوك ده انا مش عاجبني او مش عايز. الحاجه التانية برضو اللي هي محتاجه تفكر فيها، احيانا الاولاد بالذات في السن اللي هو بقى داخلين خلاص على المراهقه بيبقى الكذب من اجل انا عندي قله ثقه بنفسي، فحكايتي حاسه انها مش حلوه، فانا لو ضفت عليها شويه التاتش بتاعي كده كده بقت حلوه. فهنا انا محتاجه اخلي ثقتها بنفسها تزيد. صحيح، لان هي طول الوقت عماله على فكره انت عندك حاجات حلوه، انت مش محتاجه تكذبي عشان تبيني ان عندك حاجات حلوه. فبتدي اشاور لها على الحلو اللي عندها عشان ما تلجاش للكذب وهي بتحاول تبين نفسها او تظهر نفسها. صحيح. يبقى برضو في لازم ناخد موقف، يعني الام هنا تاخد موقف معاها عشان برضو تحسسها ان لا، يعني لازم يبقى الحدود واضحه ان ده مش مقبول الكذب. ممكن نبشرها بحاجه بس الاستاذ حياه قبل ما نطلع من السؤال ده. انا عايز ابشرها بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عندي ثلاثه بنات. بسم الله ما شاء الله. ما شاء الله. فعايز اقول ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال من كان عنده ثلاثه من البنات او اثنتين فرباهن وهذبهن، اللي هي بتعمله حضرتها دلوقتي الله. يعني وهذبهن حتى يبلغن كنت انا وهو في الجنه كهاتين. ما شاء الله. فيعني جهدها ده كله تعبها وسؤالها وحرصها على انهم يبقوا احسن حاجه في الدنيا. انا بنقول لها ان سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام قال اللي عنده اولاد وبنات رباهم بهذا الشكل وباسئله وبالاجتهاد، وده جهاد في سبيل الله. صحيح. يعني التعب ده كله وان هي تعالج مساله وتعالج قضيه ويجي يصلوا ويصلوا وحدهم، ده كل ده اسمه والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وتكون ان شاء الله مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنه كهاتين باذن الله. يا بختك والله ما شاء الله. يا بخت اي حد عنده بنات عشان الصبيان صعبين يعني. طب انا قبل برضو في سؤال بنتها الثانيه، فكره المذاكره ان هي ما بتحبش تذاكر يعني رغم ان هي شاطره. بس هناخد الاول استاذه رشا من الشرقيه. السلام عليكم. وعليكم السلام. اتفضلي، اهلا بيكي. ازيك يا فضيله الشيخ؟ اهلا وسهلا، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا حضرتك. معلش اسال سؤالين. معايا اتفضلي بتاعي سؤال لعائشه. ماشي حاضر اتفضلي. عندي سؤال بس الشبكه مش سامعين خالص يا استاذه رشا. بقول لك لما اجي كده كويس؟ ماشي اتفضلي. انا لما باجي اصلي ما بكتبش للصلاه. تمام. ببقى تايهه، اي حاجه تايهه مني بفتكرها في وقتها. هو ما بيشتغلش الا في الوقت ده. لما يكون العيال مضايقني بقى وخانقني، بصي ممكن افتكر مين اللي زعق لساني واخلص الصلاه بسرعه عشان خاطر ان انا اقوم انكد على اللي عامل زعل اخوه، مش عارفه متوتره على طول. تمام. انا عندي خمس عيال مخلين ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله ولا قوه الا بالله، ربنا يبارك لك فيهم يا رب ويهديهم. انا عايزه الشيخ وعايزه الدكتوره وعايزاكم كلكم جميعا تدعوا لي ربنا يا رب يثبتهم على صلاتهم وربنا يهديهم يا رب جميعا. اللهم امين. حاضر. من عائشه معاكي، هي عندها خمس سنين عايزه يا روح قلبي. حاضر ماشي. عائشة السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انت عامله ايه؟ كويسه الحمد لله. الحمد لله. ايه بقى سؤالك يا عائشه؟ ازاي؟ انا الحمد لله كويسه بخير والله. انت سؤالك ايه؟ عايزه تحفظي قران؟ ماشي. طب انت عارفه ان في برنامج مع التلاوه تقدري تطلعي مع الشيخ وتقولي الايات القرانيه؟ وتقولي
انت عايزه تقولي قران دلوقتي؟ بصي خليكي بس متابعه، احنا عندنا برنامج مع التلاوه وهتقدري تقولي معاهم كل الايات القرانيه ويصححوا لك كمان نطق كويس قوي. شكرا يا عائشه ليكي على اهتمامك، يعني جميل والله ان الاطفال شكرا لاسم الجميل ده، يعني عائشه زوجات النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه والسلام. يعني احنا خلاص في الاخر كده، بس سريعا، فكره ان ولادنا اللي بيبقوا شاطرين واذكياء بس هم ما بيحبوش يذاكروا، الموضوع تقيل. طيب فكره الدافع، انا ليه هذاكر، انا ليه هذاكر. الطفل احنا بنفترض ان الطفل فاهم عشان مستقبلك لا، الطفل صغير ما بيبصش غير تحت رجليه. يعني لو قلتي له مثلا ذاكر النهارده عشان كمان اسبوعين هنسافر، لا ده بعيد قوي مش حق. فبالتالي انا ببقى بفكر مع الطفل هو عايز ايه، يعني هنذاكر النهارده هنخلص الواجب عشان ايه. فممكن هنخلص الواجب عشان نقعد نلعب مع بعض، عشان هنقعد نتكلم، عشان هننزل نخرج. فالطفل دايما احاول في الاول اخلي يبقى في دوافع خارجيه لغايه اما الدافع الداخلي يبتدي يتكون، ابتدي بقى انا افهم انا عايز ايه، ابتدي انا انا بحب ان انا لما بيسقفوا لي، طب خلاص انا عايز احفظ دي عشان بكره يسقفوا لي. هنا ابتدى الدافع مش حاجه خارجيه، ده انا من جوايا عايز. او انا بقى مثلا خلاص كبرت مثلا وابتديت بطعم النجاح مثلا فعجبني، او انا مثلا خلاص دلوقتي دخلت على ثانوي وانا عايزه اخش الكليه الفلانيه عشان ابقى زي بابا او ابقى زي خالي. فابتدي هنا الدافع اصبح داخلي، فهنا انا بذاكر عشان كذا، وانا دوري كأم ان انا افكرك يلا بقى هانت شد حيلك انت كذا، مش عشان نجيب النتيجه اللي احنا عايزينها. فهنا كل ما اعرف اخلق دوافع وازرع الدوافع الداخليه عند ابني، كل ما المشكله دي بتقل مع الوقت. بالزبط. بس ساعات كتيره احنا بنبقى متخيلين ان هو لازم ينزل عارف مصلحته، وده مش حقيقي. لا يعني مش حقيقي. التربيه مش سهله. صحيح. خالص خالص. جالنا سؤال بس هو مش حابب ان هو يدخل معانا، بس هو بيقول انا دايما بفكر وبتخيل دايما شكل ربنا. دي من الاسئله الوجوديه اللي بتتسال. احنا عايزين نقول له يعني ان احنا ربنا سبحانه وتعالى لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار، ليس كمثله شيء. انا ممكن افكر في كل في مخلوقات الله، افكر في البحار، في الانهار، في السماوات. ربنا جعل لنا من عدم ادراكنا يعني ومقدرتنا على ادراك الشيء من نفسنا مثال. الروح مثلا، ربنا أخفى حقيقة الروح عنا. الروح والنفس إحنا ما نعرفش بننام إزاي، الروح بتروح فين، النوم ده موت أصغر جزئي. فربنا خلالنا أشياء مخلوقة فينا إحنا كبني أدمين والتوه فيها، أصلا ما تعرفش خصائصها عاملة إزاي وشكلها عامل إزاي. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. إذن أنت عندك مخلوقات ومش قادرين نجيب أخرها هي ماشية إزاي كذا. فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ ولذلك النصيحة بقى إن سيدنا النبي قال إيه، تفكروا في الخلق زي ما أنتوا عايزين، زي ما احنا واجتهد واتعب وفكر زي ما أنت عايز. فلكن أول ما توصل للخالق احتراما لعقلك المخلوق اللي مش هيقدر يجيب الصورة الإلهية أو الذات الإلهية، فتقول آمنت بالله، تفكر في المخلوقات في عظمة الله. فالافضل ان احنا نتفكر في الخلق لا نتفكر ايه في الخالق. ليه؟ ده احترام، ده ذكاء على فكره. صحيح. ده عبقريه. ليه؟ لان انا ادرك ان عقلي ده ومعطيات عقلي استحاله هتجيب اللي هو ليها ايه، حدود. ليها حد. بالظبط كده. بالظبط كده. جميل. طيب برضو عشان استاذه رشا اخيرا، فكره بقى عيالها مجننينها زي انا عايز اقول حاجه يعني كده في الصف. احنا انا نفسي يعني اللي انا شايفه طبعا احنا بندعي الامهات مصر كلها خاصه من اول المدارس ما بتبدا وبيشوفوا يعني التعب بالظبط كده. فبنو ربنا يعينهم ويوفقهم لكل خير يا رب. بس عايز اقول حاجه يعني ملاحظها كده من الاتصالات، انه في يعني زي ايه ثقل في المسؤوليه، في تعب، في الم. انا نصيحه يعني اخيره، نفسي نربي اولادنا على حب الشيء ده. يعني نفسي تبقى الامور اهدى من كده، ما يبقاش فيها النزاع، يبقى حب العباده، حب الصلاه، حب القران، عن طريق الحب ليس عن طريق الالزام والواجب. صحيح. ولازم علشان ولازم علشان وعشان علل كبيره جدا. بالزبط. اول قاعده النبي حطها في المجتمع كله عشان يمشي وراه هو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الاسلام وحب الدين وحب العباده. بالظبط. واقفلي على نفسك الاوضه كده وانت بتصلي وافصلي، اعتبريها هدنه وتحافظي على الوضوء لفتره طويله برضه عشان كبيره. بالظبط كده. ربنا يا رب يعيننا جميعا على تربيه الولاد، لان فعلا مسؤوليه كبيره جدا ومحتاجه مننا صبر، وان احنا دايما ادعوا لولادكم
ربنا يهديهم ويحفظهم يا رب، وان شاء الله ربنا يتقبل مننا. بشكركم جدا دكتوره ايمان جابر مدير اداره الاطفال المراهقين بالامانه العامه للصحه النفسيه، دكتور مختار محمد المدرس بكليه الدعوه الاسلاميه بجامعه الازهر، بشكركم جدا على لقائكم، ان شاء الله يكون لنا لقاءات متجدده، ان الاسئله الوجوديه كثيره ومحتاجين نعرف نتعامل معاها ازاي مع الولاد ومع المراهقين ومعانا نفسنا حتى يعني. بشكركم جدا، بشكركم مشاهدينا الكرام، وباذن الله غدا حلقه جديده من برنامج البيت، دمتم في رعايه الله.